عارفين حضراتكم من ساعه ما خرجت الخلافات والمشاكل الاسريه بره اطار الاسره وتحولت للعيله، بقينا نتكلم مع افراد العيله، وبعد كده وصلت لي وسائل التواصل الاجتماعي، وبقينا نستنى نصايح الناس، وده يقول نعمل ايه وده يقول نسوي ايه، والناس ما بقاش عندها الصوره كامله للمشاكل اللي بتحصل. كل الكلام ده هو اللي ادى بينا في النهايه الى زياده حالات الانفصال والطلاق. وحده لم الشمل اللي موجوده والتابعه للازهر بيجي لها حالات كتيره جدا بهذا الشكل، وبتبذل مجهود كبير جدا للصلح ما بين الازواج. صحيح يا شاذلي، يمكن فعلا قبل كده كنا بنسمع انه تدخل الاسره هو اللي بيعمل المشاكل، بالعكس كنا دايما بنقول بلاش تعرفوا حد من العيله بالمشاكل اللي بينكم، لانه وارد جدا انه انتوا تنسوا تتصافوا، بس الاهل ما بينسوش، بيفضلوا دايما فاكرين الخلافات. على اي حال خلينا نعرف تفاصيل اكتر عن وحدة لم الشمل، دورها في حل المشاكل الأسرية خاصة المتعلقة بنشر الخلافات وأسرار البيوت على وسائل التواصل الاجتماعي. للأسف بقى يعني دلوقتي زي ما بيقولوا كده ترند أو موضة، بنشوف دايما على مواقع التواصل الاجتماعي مشاكل كتير جدا، حتى بنلاقي واحنا بنقراها انها صعب حتى ان حد يقدر يبعتها. على اي حال خلينا نرحب في فقرتنا النهارده بدكتور معاذ شلبي، عضو مركز الازهر العالمي للفتوى الالكترونيه. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، نورنا. صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك. اهلا وسهلا. صباح النور. اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. في البدايه زي ما كنا بنتكلم يا فندم، انه زمان كنا بنسمع انه دايما النصايح مشاكلكم في بيتكم، مشاكلكم بينكم، بلاش المشاكل تطلع لحد. دلوقتي ما بقتش بس بتطلع لحد، هي في ناس بقت في جروبس على مواقع التواصل الاجتماعي معنيه اصلا بالمشاكل دي، فبيبقى في حد شخص بيبعت لجروب اللي هو فيه ادمن او في حد مسؤول ان هو يتلقى هذه الرسائل، اللي هو شخص بالمناسبه بيبقى عارف مين بعت الرسائل دي، وبعد كده بتتنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وبنلاقي بقى ردود افعال كتير جدا متباينه ومختلفه، وساعات بتبقى قاسيه وصعبه، وبعد كده المشاكل بتزيد وبتكبر، وللاسف بتزيد معاها ظاهره الطلاق. لو هنتكلم في النقطه دي تحديدا يا فندم، شايف فكره انه نشر الخلافات بشكل عام وخروج الخلافات بره باب البيت، شايف مساوئها ايه؟ بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وعلى اله واصحابه من والاه وبعد. بلا شك ان من اهم الحقوق والواجبات المشتركه للزوجين على بعض هي فكره حفظ الاسرار اللي بينهم. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا معنى يعني ايه امانه ويعني ايه سر بعيدا عن الزواج بشكل عام، يعني فيقول ايه، اذا حدث الرجل الرجل ثم التفت فهي امانه. يعني انا قلت كلام وانا وحضرتك بس موجودين وسبتك، دي امانه انت تحملتها من غير ما اقول لك ده سر، ودي امانه غير ما اتكلم من غير اي حاجه. هذا في امر عام، ما بالك بشان الرجل مع امراته اللي الاصل في الحياه الزوجيه ان حياتهم دي بينهم، وان هي اسمها الحياه الخاصه، يعني مش اي حد معدي ممكن يعرف اي حاجه، واحنا مش اي حاجه برضو نقولها عن حياتنا الشخصيه. احنا بنقول ان علاقتنا دوائر، في دوائر قريبه وفي دوائر بعيده، كل مستوى من الدوائر ده ممكن يعرف حاجه مستوى تاني ما يعرفهاش. الدوائر القريبه في الحياه الخاصه بين الزوجين المفروض ما يعرفوش عنها اي حاجه. زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، قال ان شر الناس منزله عند الله، دي روايه، وفي روايه تانية قال ان اعظم الامانه عند الله. ايه بقى؟ الرجل يفضي لامراته وتفضي اليه ثم ينشر سرها. هنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر الازواج والزوجات بالحال اللي هم بيبقوا فيه مع بعض، اللي ما تلقش بيه ان حد فيهم بعد ما يبقى بينهم الخصوصيه الكبيره قوي دي والقرب الكبير قوي ده، حد بعد كده يطلع يتكلم بشكل سيء عن شريك حياته او عن حياته الزوجيه، او يطرح اسئله زي ما حضرتك بتتكلمي دلوقتي وسط ناس مش متخصصه، بالاضافه الى ان ممكن حد يقول لي حاجه تفسد الحياه طبعا الزوجيه. ربنا سبحانه وتعالى لما قال لنا نسال، قال لنا نسال اي حد؟ لا طبعا، لا، قال فاسالوا اهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هنا هم مش بس العلماء، هم كمان أهل التخصص في كل مجال. أنا مش قادر أتجاوز مشكلة بنفسي، ممكن أخلي حد يساعدني إني أتجاوز المشكلة دي، بس يبقى هو حد أهل لده، يبقى حد متخصص. طيب هل في حالات معينة مثلا موجودة أو راحت لوحدة لم الشمل وكانت مواقع التواصل الاجتماعي كانت بتدمر لهم حياتهم، لكن قدرنا إن احنا نوفق ما بينهم ونصلح ما بينهم في هذه الوحدة؟ سؤال رائع. هو بداية هو وحدة لم الشمل أنشئت بقرار من فضيلة الإمام الأكبر سنة 2018، يعني الوحدة النهاردة بقى لها 5 سنين.
طيب الوحدة المقر الرئيسي في مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في مشيخة الأزهر الشريف، وليها مقرات منتشرة في ربوع الجمهورية، كل محافظة فيها مقر، القاهرة فيها أكتر من مقر. بيجي لنا حالات كتير، نعم. طب إيه أصلا خلى مفتين دورهم حلال وحرام وفتوى يتدخلوا في إصلاح أسري؟ لأن إحنا لما لقينا إن الأسئلة الواردة كتيرة جدا فيما يتعلق بأسئلة الأسرة، رأى القائمون على هذا المركز وطبعا بتوجيه من فضيلة الإمام الأكبر إن ما يبقاش دور المفتي مقتصر على إيه الصح وإيه الغلط ونعمل إيه، هل ده طلاق وقع أو لا، يبقى لازم المفتي ده ليه دور في الإصلاح، زي ما ربنا سبحانه وتعالى يعني قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الإصلاح بين الناس شيء في منتهى الأهمية، ولما يبقى حد واعي يبقى في بديل أحسن من الناس تخش على السوشيال ميديا أو على أي وسيلة. طبعا السوشيال ميديا وسيلة سهلة، أي حد ممكن يسأل، أي حد ممكن يجاوب، اللي عارف واللي مش عارف، فلما تعمل بديل إيجابي أو صحيح يبقى أنت كده عملت البديل اللي الناس تلجأ له بدل ما تلجأ لحاجات غلط. أجل سؤال حضرتك هو فيما يتعلق ب هل السوشيال ميديا بالفعل على الارض بقى في مشاكل الناس متدخله؟ بلا شك متدخله في قضايا كتير، في قضايا كتير. ممارسات خاطئه، طبعا في ممارسات خاطئه كتير، يعني ممكن تلاقي ان حد يحصل بينه وبين زوجته مشكله فيكتب على السوشيال ميديا ان مثلا يعني يحكي موقف ما، بس ما يقولش انا عندي مشكله، يحكي موقف ما، او هي مثلا تعرض بالكلام على السوشيال ميديا وبعدين يحصل بعد كده خلافات بينهم وما إلى ذلك، وبعدين تكبر هذه الخلافات وبيبقاش هو ده سبب المشكلة الرئيسي، بس ده اللي خلى المشكلة بيكبرها. إيه؟ تكبر، في حين أن المشكلة لو فضلت في إطارها الطبيعي في الحيز بتاعها الطبيعي مع الأشخاص اللي هم الطبيعيين اللي هم هيقولوا كلمة إصلاح، مش هتتطور المشكلة وتتعقد أكتر ما هي موجودة. طب دكتور خليني يعني في جمله حضرتك قلتها دلوقتي، فكره الاشخاص اللي ممكن تصلح الموضوع، مين الاشخاص دي؟ يعني هل ممكن حد يسمعنا دلوقتي يقول اكيد ما حدش هيخاف عليا اكتر من اهلي؟ ده بالنسبه للست، بالنسبه للراجل انا كمان ما حدش هيخاف عليا اكتر من اهلي، مامته باباه اخته اي مكان، او الصحاب بالظبط، او الصحاب. فمين الاشخاص اللي حضرتك تقصدهم؟ خلينا نقول ان في البدايه ممكن كتير من الازواج والزوجات بيتكلموا في المشاكل اللي عندهم من باب الفضفضه، مش من باب ان هو عايز حد يحل له المشكله، فعايزين نقول ان دي مش مجال للفضفضه ولا مجال للتسليه، ومش انا قاعده فاضيه فبكلم صاحبتي فبنتكلم. للاسف البعض بيسال عن النصيحه يا دكتور برضو. نعم، للاسف البعض برضو بيسال عن نصيحه من سواء الاسره او الاصدقاء، للاسف. رائع، صحيح. انا بقول ده يعني ده نمط موجود، اللي هو انا بتكلم بفضفض وخلاص، ده نمط موجود. امتى؟ طب ده صح؟ لا مش صح. انا مفترض ما ادخلش حياتي الشخصيه في المسامرات والكلام والفضفضه، انما اجيب سيره حياه زوجيه امتى؟ لما ابقى عايز بالفعل تدخل او نصيحه. احنا حضرتك دلوقتي رحت للجزء الخاص بندخل مين، ولكن في الشرع في خطوات كتير جدا قبل ما نقول هندخل مين اصلا. اللي بيحصل دلوقتي ايه؟ اللي بيحصل عندي مشكله، يلا نكلم حد، يلا كلم ماما، يلا قول لي فلان. طب ما في خطوات كتير جدا، في حاجه اسمها فهم طبيعه شريك الحياه، في حاجه اسمها تخصيص وقت للتواصل بين الزوجين، يعني ما تقولش انا بدي البيت وقت، لا، انت في ساعه ما معينه ما وراكوش فيها انتوا الاثنين غير بعض، يعني مخصصين الساعه دي نتكلم فيها مع بعض من غير دقيق ومن غير وقت المشكله، لازم نحل ده دلوقتي من غير الانماط الخاطئه اللي بتقضي على الحوارات اللي بينكم بالفشل. هل في وقت محدد اتصارحتوا فيه واتكلمتوا فيه ايه مزعل ايه فنصلحه ازاي؟ هل ده حصل؟ طيب ولو حصل واخترنا الوقت المناسب وقلنا الكلام بشكل مناسب، لان في ناس كتير بيقول كلام باساءه فما يتقبلش منه، او يقوله في وقت خاطئ فما يتقبلش منه، خدنا كل الاسباب وقلنا المشكله اللي مضايقانا، هل حاولنا جديا نحل المشكله دي بقى بالسلوك والمعامله، ولا قعدنا قعده وانتهت القعده وكل حد رجع زي ما كان؟ عايز اقول ان قبل ما الحكمين دول، او يعني الشرع لما اقترح فكره الحكمين اقترحها من باب المصالح، مصلحه، يعني حضرتك بتقول دلوقتي نكلم مين؟ احنا هنكلم حد مكالمتنا ليه تجيب مصلحه، ما تجيبش مفاسد،
دي النقطة. ده الضابط. الحد ده ممكن يبقى تبقى الدنيا عديه كده ويبقى فلان ده اللي هو قريبنا او حتى مش قريبنا او بابا او بابايا او الازهر الشريف، الطرفين بيثقوا فيه يعني. وتدخله ما يعقدش الموضوع اكتر. مش حد بعينه ما ينفعش اقول ايه ولد الزوج وما يبقاش هو اهل للامانه ديت، او يبقى او انا بضرب مثل طبعا، فما يبقاش هو اهل لده والمشكله تتعقد اكتر. فالامر مرتبط بالمصلحه والحكمين او اللجوء لطرف خارجي، ده اصلا ده اخر حاجه لما احنا ما نعرفش نحل مشكلتنا بينا. طيب بشكل حقيقي، هل يكفي الاتصال بوحده لم الشمل من خلال التليفون، ولا لازم الطرفين يكونوا موجودين وفي حد من دار الافتاء قاعد معاهم بيتكلم معاهم عشان يكون عنده التصور الكامل للمشاكل اللي حاصله مش لمجرد مواقف بتتحكي؟ طيب، هي الوحده ليها كذا طريقه للتواصل. ممكن التواصل من خلال رقم مركز الازهر العالمي للفتوى الالكترونيه الخط الساخن 19906، وبعد ما بيتصل وبيملى استماره او حاجه زي كده بيتم تحديد موعد بحضور الزوج والزوجه، او لو في اطراف كمان اكتر من الزوج والزوجه بيحضروا، وبيتشكل ليهم لجنه لاستماع ومحاوله تقريب وجهات النظر بينهم. وممكن في بعض الحالات او في حالات كتيره حد من الزوجين مش عايز يجي ومش عايز يحضر، فالازهر الشريف بيشكل لجنه بتروح له في المكان اللي هو فيه، يعني سواء هو للطرف اللي مش عايز يجي، يعني للطرف المعترض على ان هو يحضر. نعم، او يعني اذا كان ايسر لي يبقى اللقاء في مكان تاني، الوحده بتوفر ان اعضاء اللجنه دول ممكن يتحركوا خارج المركز او خارج مقرات المركز ويروحوا للمكان اللي موجود في الوحده. وفي ابلكيشن ممكن يتملى من الموقع الخاص بالمركز في البيانات، برضو بيتم التواصل بنفس الطريقة، تحديد موعد ومكان معين للقاء الأطراف إن شاء الله. طيب، من خلال طبعا يعني خبرة حضرتك والمشاكل اللي بتتعرض عليكم في وحدة لم الشمل، شايف أنه إيه أبرز عوامل زيادة نسبة الطلاق، أو أبرز العوامل أو الأسباب اللي بقت موجودة دلوقتي في مجتمعنا اللي بتعمل مشاكل؟ طيب، احنا خلينا نقول ان برضو طبعا في اسباب كتير، والحياه الزوجيه فيها حالات كتير فيها مشاكل، بس مش عايزين ننسى ان اللهم لك الحمد في اسر كتير ونسبه لا باس بيها كبيره جدا، عارفه تتعايش مع الواقع وعارفه كل حد يوفر لشريك حياته، وعندهم مشاكل بالمناسبه وعندهم ضغوطات. بالظبط، هو ده اللي لسه عايز اقوله. احنا عملنا دوره في مركز الازهر العالمي للفتوى الالكترونيه مقبلين على الزواج. الدورة دي وصلت عدد الدفعات بتاعتها دلوقتي أكتر من 80 دفعة. الدورة دي احنا بنقول فيها كده، بنقول إن مفيش بيت مفيهوش خلافات، بس في ناس بتعرف تتجاوز هذه الخلافات وفي ناس مش بتعرف تتجاوز هذه الخلافات. أسباب الخلافات ممكن تبقى إيه؟ ممكن يبقى اختلاف في الطبائع، أو اختلاف في طبيعة الحياة قبل الجواز، أو تدخلات الأهل زي ما حضرتك كنت بتكلمي، أو اختلاف حول الأولاد ومين المفروض يمشي كلامه هنا ومين المفروض الولد يبقى في مدرسة إيه وكلام من هذا القبيل. الزوجة طبعا معروفة يعني. في الأمور اللي شبه كده برضو المصالح هي اللي بتضبط الأحكام فيها، سبحان الله، يعني حتى وجهة نظر الشرع. المصلحة فين، أو مصلحة الواقع أو الطفل أو الحياة الزوجية إيه، فبيبقى الحكم على حسب المصلحة. انا عايز اقول ان الاسباب ممكن تبقى كتيره جدا، واللي منها السوشيال ميديا اللي حضراتكم اتكلمتوا عنها في البدايه. طيب، بعض الزوجات بتتعامل مع السوشيال ميديا وتنشر الحياه الخاصه كلها على السوشيال ميديا، صور الاكل، صور الخروجات، قعدتها مع زوجها في مكان عام في البيت، هل ده غلط؟ او طبعا غلط. سبحان الله، احنا ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم على علاقه الزوج بالزوجه ومثلها بشيء، قال هن لباس لكم وانتم لباس لهن. اللباس يعني الهدوم، الثياب. فكان الزوج لزوجته والعكس كالثوب. سترة. ايه اهم صفات الثياب؟ طبعا الثياب فيها صفات كتير، وهو تشبيه معجز من رب العالمين. كل الصفات دي المفروض تبقى في الزواج، زي الفخر والنظافه والراحه، وانه يبقى مقاسك، حاجات كتير من ضمنها، والقرب، اقرب حاجه ليا دلوقتي هي هدومي والقرب. فكمان الستر. يعني المفروض الزوجين يبقوا ستر وغطى على بعض. فالصالحات المرأة الصالحة بتعمل ايه؟ قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. يبقى الزوجين المفروض يبقى حياتهم بينهم. بالإضافة إلى إن حضرتك بتتكلم على سلوك للأسف بقى موجود النهاردة،
الغرض منه هو التربح من اموال السوشيال ميديا. طب يا جماعه احنا هنتربح من اموال السوشيال ميديا ونسيب قيامنا ونسيب هنخسر ايه في المقابل؟ بالظبط هنخسر ايه بالظبط؟ نخسر سلوكياتنا الحقيقيه وقيامنا داخل بيوتنا واسرارنا وحياتنا الزوجيه ومبادئنا وقيمنا. بلا شك ان ده سلوك منافي للفطره، مش بس للدين، للفطره اللي ربنا سبحانه وتعالى خلق عليها الانسان، ان هو يبقى مستور جوه بيته، ان هو يبقى مستور بينه وبين زوجته، ويختار ايه يظهر للعلن وايه يظهر للناس على حسب الدوائر اللي انا اتكلمت عنها، وايه يفضل بيني وبين زوجتي. وقد ايه ده ممكن ياثر على اسره تانية مستقره شافت الكلام ده على السوشيال ميديا؟ طبعا احنا عندنا عدوى في السوشيال ميديا، هم بيقولوا حتى ان فيها سلوكيات كتير تشبه العدوى، ان زي ما شفت حد بيعمل فانا اقلد، فينتشر طبعاً حاجه مش صح من باب التقليد. وحاله عدم الرضا كمان اللي بتبقى موجوده يا دكتور، بنتخيل ان الناس دي حياتها يعني مثاليه وان احنا ناقصنا حاجات كتير جدا، لكن للاسف حتى بعد ما بيمر وقت بنكتشف ان الناس دي عندها مشاكل اكتر من اللي احنا حتى احنا شخصيا بنمر بيها. كلام حضرتك صح جدا، الناس وفي عدوى المباهاه بالنعم، وفي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كده الاخشى ان تفتح عليكم الدنيا، يعني انا اشوف غيري عايش ازاي واظن ان هو معاه كل حاجه، رغم ان سبحان الله زي ما هو عنده شق ايجابي او نعمه عنده شق اخر في معاناه الحياه. اصل احنا في الحياه والحياه كده بطبعها. الصح ايه؟ زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكن احدكم امعه. امعه يعني مشوش الشخصيه، يعني ما عندوش مبدا، زي ما الناس عملت انا هقلد وهعمل بغض النظر ده هيضرني بايه او هيعود عليا او على المجتمع بشكل عام بايه. طب دكتور خلينا نستغل وجود حضرتك معانا، ولو هتدي نصيحه، يعني لو هنقول الزواج بيبقى قائم على كذا عامل، في عوامل ثابته لازم تكون موجوده وعدم وجودها يعني انه الزواج ده هيبقى غير ناجح او مش مريح على الاقل، وفي عوامل تانية ممكن تكون متغيره او يمكن التغاضي عنها. طيب واحنا خلينا احنا كنا بنتكلم دلوقتي على الثياب، وربنا شبه الزواج بعلاقة الإنسان بشريك حياته زي علاقته بثيابه. إحنا أهم حاجة أو من أهم صفات الثوب إن هو يبقى مقاسك، عشان لو واسع قوي هكعبل فوق أنا ماشي، لو ضيق قوي هيخنقني. ده سمي في الشرع بالكفاءة. بالكفاءة طيب إيه برضو الكفاءة؟ يعني يبقى الطرفين مناسبين لبعض، مش حد خد الأفضل، لا خد الأنسب. ده بيخلي الحسبة مقبولة عقلية. يعني عايز تقول ايه برضو؟ عايز اقول ان الزواج اللي اتحسب بإيجابي ايه اما اجي اقدم على اختيار ايه الصح ايه الغلط، هعرف اعيش مع ايه مش عارف اعيش مع ايه، حسبتها لقيتها تنفع، غالبا ده اللي بيعيش. سبحان الله، غالبا ده اللي بيعيش، اللي هو معايير الكفاءة متوفرة فيه والتفاهم. طب ايه هو التفاهم؟ هم لما اتكلموا عن التفاهم قالوا ان احنا يبقى بينا ارضيات مشتركة ويبقى بينا المعايير مشتركه، عشان لما نختلف اكيد هنشوف فكره نتحكم بيها احنا الاثنين. صحيح. طب احنا المرجعيه مش متفقين عليها، فهنعيش ازاي؟ يبقى ارضيه مشتركه، المعايير مشتركه، وبعدين قبول الخلاف. طب بعد ما حاولنا نقلل الخلافات بيننا اكيد احنا برضو شخصين ماشيين في طريق واحد، اكيد هيظل في جزء احنا مختلفين فيه. لازم يبقى من تكوين شخصيتنا احنا الاثنين ان احنا بنتقبل الجزء بقى البسيط ده اللي هو فيه الفروقات الفرديه اللي هي بتضيف للاسره في الاخر. اكيد مش بنختلف نختلف يعني، عارفين طبعا ازاي نختلف، عارفين نختلف، لان صح. دي نقطه مهمه جدا، في ناس بتقيس على الوقت الكويس اللي احنا دايما بنكون متوافقين فيه، ولما بتركزش في وقت الخلاف بيقولون عادي وقت الخلاف طبيعي ان احنا بنزعق وبنتعصب. لا لا بالعكس، لا بالعكس على فكره طبعا. طبيعي بالعكس، ده طبيعي في الوقت الكويس ان احنا بنعرف نتعامل مع صح بعض. صح جدا طبعا، لازم نبقى عارفين ازاي نختلف. عشان كده العلماء قالوا احنا بنختار لساعه الغضب مش لساعه الرضا. بكل تاكيد انا بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور معاذ شلبي عضو مركز الازهر العالمي للفتوى الالكترونيه، نورتنا يا فندم. شكرا حضرتك. شكرا جزيلا.